مرحبا استاذ غمار، كيفك؟ الحمد لله، ذكرتيني. اكيد. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. يعني انت دكتوره مالك شايفه انه من حقي اسال على الغانم كونه انا ابنه؟ اكيد من حقك، وانا عم اقول لك بيك منيح، وزياراتي مجرد روتين لا اكثر ولا اقل لنطمن على صحته. روتين؟ دكتوره رئيسه قسم امراض سرطانيه بتجي لعند الغانم مشان تقصله الضغط وتطمن على قلبه؟ مزبوط، بس شكلك ما بتعرف انه علاقتي بالوالد منا علاقه حكيم ومريض، هي علاقه عائليه من ايام بيي الله يرحمه. وضحت الصورة هلا قدامك؟ صار فيه يفوت ولا بعد ما خلص التحقيق؟ لا يا دكتورة، تحقيق شو؟ ابدا ما في تحقيق. بس انا من حقي خاف واطمن على بيي. وانا اذا دكتور عم اقول لك ما في شيء لا تخاف. دكتورة، الحقيقة كلامك ما قنعني كثير، ولسه في جولات كثير بيناتنا.